إن الصلاة بعد حمد الله على النبي مرسل الإله وبعد، فالحديث متن ينقل بسند رواته تحملوا، والمتن نص جاء عن الرواة كإنما الأعمال بالنيات، ألقابه القدسي فالمرفوع وبعده الموقوف فالمقطوع، نسبتها لله ثم للنبي وبعده لصاحب فتابعي، والنقل إما متواتر سما أو ضده الأحاد إذ تقسما، أقسامه الغريب نقل الواحد واثنان حصرا في العزيز الشاهد، وفوقه المشهور مهما كثر بشرط أن لا يبلغ التواتر، والخبر المقبول إذ تعده أوله الصحيح هذا حده، متصل بنقل ضابط عدل مسلما من الشذوذ والعلل، والحسن الصحيح قل ضبط من رواه والمردود ما دون الحسن، ويقدح الحديث قطع في السند، والقطع أنواع على ما يعتمد، فمرسل مرفوع تابع بلا واسطة ثم معلق تلا، وهو الذي يسقط من بدايته ناقله ولو إلى نهايته، والمعضل الساقط منه سامعي أكثر من راو على التتابع، وصنعة التدليس إيهام قصد بشخص راو أو بوصل في السند، إسقاط راوي شيخه ونقله عمن له منه سماع بعده، بصيغة موهمة سماعا فافهم تكن موفقا مطاعا، وإن خلا منه السماع فاسمه المرسل الخفي بان واسمه، يليه تدليس الشيوخ إذ يصف شيخا له بما به لا ينعرف، والآخر التسوية اللطيف وحده أن يسقط الضعيف، من بين موثوقين قد تلاقيا من بعد شيخ كن بذاك قاضيا، منقطع الحديث ما منه سقط في كل قطع فيه ناقل فقط، متصل لم تعره القطوع والمسند المتصل المرفوع، إن خالف الثقات من هم أوثقوا فالشاذ والمحفوظ منه أليق، والمنكر الضعيف خالف الثقة وضده المعروف فافهم منطقه، بان العلو حين يقصر السند وضده النزول فاحفظ ما ورد، مضطرب بأوجه تناقضت وكلها قوية تساقطت، وذو اعتلال غامض فقل معل، ومبهم رويه دون اسم أطل، والقلب في إسناده ومتنه أو نقل إسناد لغير متنه، وما تتابعت رواته على حال بدا فسمه مسلسلا، إن كان بعض من رواه أولج من قولهم في أصله فالمدرج، تحديث من حدثت عنه عن كذا مدبج معنعن كعن كذا، مصحف بالاختلاف في النقط محرف مختلف الشكل فقط، واه الحديث ضعفه شنيع وما روى الكذاب فالموضوع، فهذه المنظومة الأسرية ختامها الذي به مبدية، ختامها الذي به مبدية.